مصرية يا بيا يا ام طرحة وجلابية، الزمن شاب وانت شابة. هكذا عرف الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم الوطن، وهكذا عرفه الوطن. أحمد فؤاد نجم رأى في مصر امرأة عادية مقهورة وقاهرة تصبر وتحلم وتتحمل من دون غلو أو مبالغة. غنى للجندي والفلاح والعامل، وشعر كثيرون أن شعره العامي هو صوتهم في وجه الظلم، وأن لهم حصة فيه كأب أو أخ أو قريب حبيب، تسابقوا في حفظ قصائده واستحق بجدارة لقب عم نجم. شوف أي واحد أمريكاني يقول لك أنا مش عارف العالم بيكرهوا أمريكا ليه. أمريكا هي. أمريكا وإسرائيل أهم. هم مين وإحنا مين؟ هم الخضرة والصغرين، هم المال والحكم معاهم وإحنا الفقراء المحكومين. الوكيل قال برضه ممكن، والشاويش قاعد يغني هيس يا كلب الست هيس، لك مجامك في البوليس، بكرة تتولف وزارة للكلاب ياخدوك رئيس. 84 عاما عاشها أحمد فؤاد نجم بحلوها ومرها وسخريتها، منذ ولادته في قريته كفر أبو نجم في محافظة الشرقية حتى وفاته. سجن 9 مرات بسبب مواقفه من الحكومات المتعاقبة وخلافاته مع المسؤولين الكبار، ومنهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي سجنه والشيخ إمام وقال الناس دي مش هتخرج من السجن طول ما أنا عايش، وهو ما حدث فعلا، ولم يخرج الاثنان إلا بعد وفاته. أنا دوب عن حبك، أنا ليا صالك، أنا ده أنا بس عبدك الله يجزيك. وكان أحمد فؤاد نجم قد التقى الشيخ إمام عام 62، سكنا معا حارة حوش قدم، وتلازم اسمهما في أعمال مشتركة سنوات طويلة كونت علامة فارقة. ومع نكسة عام 67 تغيرت لغتهما من النعومة والغزل لتحمل بندقية وصوتا ساخرا. شيد صورك على المزارع. وكما عرف عم نجم بلسانه الصليط وحس الدعابة لديه، عرف بحبه للنساء حيث تزوج مرات عدة، ومن أبرز زوجته الفنانة عزة بلبع والكاتبة صفيناص قاذم، والدة ابنته نوارة الناشطة المصرية البارزة، وزوجته الحالية أميمة عبد الوهاب. لم ينفصل عم نجم عن هموم مصر منذ انتفاضة الخبز عام 77 حتى ثورة 25 يناير، حيث لم يبخل بقصائده ولا بحضورها على الميدان، وكانت قصيدته الشهيرة كأنك مفيش. ولم يوفر الإخوان المسلمين الذين تسلموا الحكم وهاجمهم بقوة، فكان تعليقهم على موته الاحتفال والتهاني. كما هاجم أحمد فؤاد نجم السيسي ودعاه إلى الالتزام في موقعه في الجيش. رحل عم نجم وسط تخبط مصر لتخطي المرحلة الانتقالية، لكنه ترك خلفه عدة جميلة لاستكمال المسير، عمال وفلاحون وطلبة يقولون اليوم في وداعه كل عين تعشق حليوة وانت حلوة في كل عين.